وازيكم يا شباب؟ معاكم حلقه جديده مع اي ستيوب جيمنج. شو هنلعب؟ لعبه ماينكرافت. والنهارده هنلعب حرب البيض. النهارده هنلعب حرب البيض. يخرب بيتكم، عملتوا اوفر باور. لا 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 لا، بقى لنا فتره ما لعبناش حرب بيض، تنزلوا لنا اوفر باور. خلينا نورمال يا رب، نورمال دعواتكم يا شباب. احنا لسه بنقول يا هادي، يخرب بيت المجنان، والله بنلعب ضد الزمات مجانين يا جدعان. طب خلينا نركز يا جدعان. اوه، بقت اوفر باور. خلاص احنا كده كده قدها، ولا يهمنا اي حاجه. امال التيم اللي هناك ان شاء الله نجلدهم جلد. بس انا شايف كلهم سكنات ما شاء الله عليهم، سكنات تعبانه يا قلبي. بس ان شاء الله احنا نكسب يا جدعان. ما خدتش اي حاجه، ما خدتش اي حاجه. خلاص يا حبيبي، اهدى بقى شويه، اهدى شويه. بس انا شويه، انت شويه. ايوه بس كده. فالنهارده هنلعب حرب البيض عشان بقى لنا فتره ما لعبناش، وهنلعب حرب السما عشان بيقولوا في حصل فيها تحديثات وكده، فهنشوفها مع بعض. فعدينا لو سمحت، ما تعصبنيش يا رب، يكون الهاكات خفوا شويه. اوه، الراجل زي ما هو اللي رامي البلوكات ده، راجل محترم. خلينا نجيب دراع بسرعه. ادي حادي بادي كرومب زبادي. كويس، جبنا الدراع يا جدعان. خلينا نجيب السيف، عايز يجيبه من الستون. الحمد لله، رغم انا بقالي فتره كبيره ما لعبتش حرب البيض، بس برجع بقوه يا جدعان. بس انتوا شايفيني. وفي واحد جاي منين ده؟ تبع انه تيم ده؟ ايه يالا، في يالا، ادي اشاره. طيب ادي اشاره مرور لاي حاجه. ايوه، ايه كلمه السر؟ قول. هو بيشيل البلوكات ما شاء الله عليك. انا واحد يمني والتاني هيد. ما شاء الله عليك. التيم باين عليه ما شاء الله، يعني باين عليه من اوله، اللي هو التيم كله حماس. وتيم التيم بتاعنا في واحد عندنا منجلج، اللي هو بيبني فوق. بص المنظر، التاني بيطلع بيشيل البلوكات من تحت. شكلك فاهم يا نص. والله ايه ايه، انت ايه رايك في الكلام؟ رد عليا، ما تقعدش تبص لي بقى كده. اوه وقع، احسن والله. شفت اللي بيسمعش الكلام؟ يلا ناخد شويه بلوكات كمان. مش عارف ايه اللي عاملينه، عاملين هرم الاحلام ده ولا ايه؟ عايزين نجيب يا جدعان اكس. كويس، جبنا الاكس بتاعنا وهنحط هنا. والله مش شايف من كتر البلوكات اللي حاطينها، ما شاء الله عليكم. عايزين ضرب النار. اشيل البلوكات اللي هنا. مش عارف ايه حكايه الناس عماله تنط دي. اه، بيحاول يطلع. بيقرفصلي. حاضر حاضر، جاي لك يا معلم. يلا نحط له البلوكات، بنساعد التيم بتاعنا. يا رب ما نحطش، يجي واحد تاني مجنون يشيل. ايوه، حط يا حبيبي عن اذنك. بس كده، شيل بقى القرف اللي انت، العك اللي انتوا عاملينه ده. مش فاهم انا ايه الفكره اللي انتوا، الجنان اللي انتوا عاملينه ده. بس حلو الطريق، يعني حلو، في فكره. تحس تحس في فكره. فين العيال؟ ها ده انا بص، السيف بقلبه بايديا يمين وشمال، انا عايز اجلد جلد. هو مين ده؟ تعالى يا حبيبي. ولا عيب عليك، بتضرب التيم بتاعي؟ تعالي يا وحشه. ها، اوعى تلمس التيم بتاعك، ليه ده الجل؟ يلا شيلها، يخرب بيتك ما بتنطش والله. اه، عشان اوفر باور. تعال اوفر باور، خلينا ننفعك برضه، بنجلد. تعالي يا بت، يلا اديها جلدك كمان، جلدك كمان. لا جا يلا انقذتك. في واحد رايح عندها، انت حارب. يخرب بيتك. لا 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 لا، ما تجلدنيش، انا لسه مجنون من شويه. يلا ما تجلدنيش، بس كده. شكرا شكرا. تحسن من الخاف ولا؟ انا عيب عليك، انا بشحن الطاقه الباور. تعالوا يا صغير، ادي يا برازيل. اديهم جلد. ايوه اديهم. يلا ضربه كامله، ضربه كامله. ايوه اديله. والله يا جدعان، ايوه. ولا بص، ولا والله بص كده. تعالى عيب عليك، هو ايه دخول الحمام زي خروجه؟ عيب عليك. انا اروح نجلد يا جدعان. ها، انا بروح. اه، برجع اسطوره. في واحد ورايا ولا لا؟ هو البيضه بتاعتها متشالت. يلا يا جدعان هنجلد. تعالى انا صغير، اديله اديله، ادي كل التيمات. ها، تعالى انت كمان. لا 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 لا، مين اللي حاول يوقعني؟ شوف شوف شوف، كلهم. مفيش غير ده اللي مش شايف، هو ده الوحيد اللي شايفني، وانا حاول ان شاء الله اجلده. يلا يلا اديله يا تيم. ايوه، ها، لا التيمات كلها. يلا توكلت على الله. يلا نطلع بسرعه. لا 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 لا، برضه بيجي. انسى يا زعيم، هاكل واظبطكم. ها، باكل بس الاكل بتاعي. عمر اتصل ولا هيتجنن. اوه، في واحد اهو خبيث. طب ناخد بال الولد ده اللي من غير دروع. يلا نروح نجلده بسرعه. تعالى يا نصر، ايه اديله. تعالى يا نصر، ايوه اديله كمان. ايوه خلصنا منه الحمد لله. خلصنا من الصغير الاول، بعد كده هم هيجيبوا دروع ويظبطوا حالهم. لا على نفسهم. اوه، شايفهم عاملين يظبطوا نفسهم هناك. يلا بسرعه يا رب اشيلهم، يا رب يا رب يا رب يا رب. في واحد شافني. يلا يلا، انتوا الثلاثه سكر نماته، نخلص من ولا الفقر ده. يلا تعالوا نزل. لا 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 لا، عيب عليك عيب عليك والله، اجلدك. يلا يلا يا جدعان، بص بص يلا. تعالوا نزل، تعالوا اديله. فينه؟ هلففك حوالين نفسك. ها، خليك تغني. ظلموه وراح فين؟ ولا هاكر انا. ايوه تعالى تعالى، انا وراك، مش هسيبك انا وراك والزمن طويل. ايوه خلينا نمشينا عليه. يلا يا جدعان، جلدك كمان. هو بص بص، اول ما شافني خاف، قلق. تعالى يلا على الطرطوفه، وقع. بص ما بتجيش فيه، راح فين؟ عيب عليك. ذبحته. يلا ناخد بقى الجامب. فين اخر واحد؟ ها، فين؟ انا بص مستعد، انا راح اطيره من فوق. والله يا جدعان كان الجيم حماس. فين الخبيث بقى الاخير ده؟ ها، استخبي فين؟ ها، تعالي وريني انت فين يا سوس. يلا يا جدعان، اوه اهو. تعال تعال يا صغير، اديله اديله. يلا
جدعان الجيم ده بتاعنا باذن الله. يلا يا عيال تعالى انا لسه هتاكل. تاكل ايه؟ عيب عليك. ايوه اديله جلده كمان، بتحط بلوكات. لا انسى انسى، لازم قهر العيال يجي يجلدك والله. يلا يا تيم. اه هينزل الجلد لسه والله، لسه في الروح. لسه ما ماتش، ناوي يكمل ولا بيحاول يجيب البوق؟ لا عيب عليك عيب عليك عيب عليك تطلع. لا ان شاء الله بتاعنا يخرب بيتك. وقع خلاص وقع. والله جيم حماس يا جدعان. جيم والله 10 على 10. يلا نخش بقى على حرب السماء، عايزين نشوف ايه اللي حصل في التحديث. هنشوف هنخش في تيمات، يعني ممكن نخش مع تيمات بس مال السيرفر صحرا كده ليه؟ هنا بيقول لك 8. اوه يا جدعان يا نهار، يعني ممكن 8 يبقوا في تيم؟ تبقى عامله ازاي دي؟ تبقى مطحنه. هنا 5. اه دخلنا مع الستة يا جدعان، كويس دخلنا مع الستة وهنستنى. والله شكل الماب دي جميله جدا، بص منظرها عامل ازاي. انا عايز اختار الكتايه بتاعتي. بيقول لك الايرون، تختار ده ولا تختار ده ولا تختار الستون. بصراحه انا شايف معايا سيف ولا معاك تي ان تي. بيقول لك معاك جولدن بوتس. ايه ده؟ ايه البتاع الغريبه دي؟ بيقول لك 14 تي ان تي. يا نهار يا جدعان 14. انا يبقى معاك ستون اكس ومعاك 10 لوكس، مش عارف بس الستون اكس ده ممتاز. ومعاك زي تليبورت اللي هو الاندرمان 20 يا جدعان. والله شويه حاجات خرافيه، معاك شويه حاجات خرافيه فعلا. بس انا برضو الحيره بتاعت كل مره مش عارف والله، بس الحاجات اللي موجوده في السكاي وور مختلفه خالص المره دي. طب خلينا نجيب بلوكات، خلينا نجيب بلوكات علشان اول ما ننزل نعرف نتصرف ونعدي الناحيه الثانيه. يلا الحمد لله على سلامتنا. اوه البلوكات مش هتفيدنا، بس هتفيدنا لما نطلع من تحت. اوه ينفع غير الكتايه اصلا؟ طب كويس مش عارف والله. خلينا يا جدعان اخترت انا الكتايه دي، هنشوف نظامها. اوه نلبس الدروع دي، ممتاز. بدأوا يقلبوا الصناديق، نلحقهم احنا بسرعه. ناخد التشيست بتاعنا، التفاح، الاكل، كل الحاجات دي مهمه جدا يا جدعان. صفيت انت الصندوق؟ اوه لا سايبه حاجه هنا. ست محترمه. والله محترمه يا جدعان. الكلام هنا ناخد برضو ده احتياطي. جابوا من الماس السوسه. اخ طب هنا الكلام معانا التفاحه، التفاحه مهمه فانا هاخدها. بدأوا يطلعوا يقلبوا الصناديق كمان اللي فوق ده، مش رحمين حد. يا رب نطلع من هنا. يلا بقى طلعني يا عم، طلعني. ايوه هنا ممتاز. نفتح هنا الصندوق، نجيب الهيد بتاعتنا، نخش هنا بسرعه. هو لسه الصناديق ما فتحهاش، مش عايز الاكسستات دي. يا مفتريات بتاخد كل حاجه. اخ مصفين هنا الصناديق، مش سايبينها خالص. طب الصندوق ده ايه الكلام؟ مصفينه برضه يا جدعان. انا معايا الاكل بتاعي. طب هلبس انا الدروع بتاعتي، هلبس الدرع ده وهلبس ده، وهمسك الصيف بتاعي كويس، وهلبس الحاجة بتاعتي من الايرون ممتاز. يعني هخلي التفاح هنا في ايديا، كان نفسي في حاجات تانية احسن بس مفيش نصيب يا جدعان. دي المفروض كام؟ طب البس دي والمفروض دي 2 كويس تمام، مفيش حاجة كده كله 10 على 10. هنحط الاكل بتاعنا نظبطه ونحط البركان. مفيش حاجة، مصفين خالص الصناديق المفترين، مش مظبطينها. طب خلينا ننزل بصة، بص بقى نظرة سريعة، يمكن يكون حاطين حاجة كده ولا كده سايبينا في التخبص. اوه ده اللي مش جايب معاه حاجة خالص، ربنا معاك يا ابني. اه قاعد بيجمع موارد، ده في ناس نصبوا عليهم. ومش عاطينهم أي حاجة، مش سايبينهم غير البيك أكس بس. خلاص مفيش حاجة في الصناديق، مفيش أمل. اه حتى أنا مش معايا أكس. خلاص خلينا نتوكل على الله ونطلع يا جدعان، وان شاء الله خير يعني. نشوف هنا الصندوق، يلا مصفيينها خالص، سايبينها ايه مكحرطه. نطلع هنا، يلا نطلع بقى، اطلع بقى. ايوه طلعني الحمد لله. ممكن انا اطور السيف، بس السيف بتاعي مطور انا مش محتاج اطوره. طب هنا ايه الكلام؟ شيلد ماشي، ناخد شيلد بس انا معايا التفاح، خلي الشيلد برضو احتياطي معايا. في شويه بلوكات، ناخد البلوكات وناخد الساندوتش. اه في بنطلون هنا كويس، ناخده بالمره احسن من مفيش. لبسنا البنطلون بتاعنا، وفي واحد شفت رامي النعمه ازاي؟ رامي كام ده يا مفتري؟ ومعايا كمان يا جدعان تليبورت كويس، معانا التليبورت بتاعنا. عايزين بقى نطلع البلوكات دي، عايز اشوفهم راحوا فين. اوه سامع صوت تي ان تي، بيفجروا منين دول؟ نطلع هنا بسرعه بسرعه بسرعه. يلا يا تيم انتوا بتعملوا ايه؟ يا رب يكونوا مظبطين الاداء فوق، ما يكونوش بيعكوا. اه ده كانوا لسه بيشيلوا الطريق عشان كان في تيمات جايه. طب انتوا شيلوا، في ناس معاها ابوه ولا ايه؟ طب انا اقدر استخدم التليبورت؟ مالك يا بنتي فيه؟ اه انت هتولعها حريقه. ربنا معاك. طب التيمات بتاعتنا راحت شلتوا الطريق ليه؟ ما شاء الله عليكم يعني. طب احنا كنا نروح في وسط الزحمه، كنا نروح شال الطريق. في واحد عندنا في التيم اقدر اعمل تليبورت لهناك، هنشوف ان شاء الله نقدر. يلا ايوه انزلي بقى. صح ممتاز، نزلنا ما شاء الله على المشينا. صح يا جدعان نروح نقلب الصناديق معاهم، لان اكيد في صناديق مميزه. سمع صوت ضرب بس، سيبك منهم خليهم يخبطوا في بعض يا عب. ده عند مطور. عايزين ناخد ده كويس. هو راح فين؟ لا 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 اروح بقى انقذهم بقى. ايه الصندوق يا جدعان على الحماس؟ الصندوق حماس، شوف المنظر. ناخد اوه
استنى استنى، اهم حاجة عندي التشيست. ارمي بقى المعفن ده والبس ده يا زعيم. كويس، ناخد التفاح. انا كده معايا بركان، قلبوا الصناديق. ايه، خلي التيم التاني بتاعنا يجي هنا يشوف الخير عامل ازاي. والله ما شاء الله، ناخد بلوكات. ناقص لي تاني؟ خلاص تمام كده، ناقص لي بس الرجلين والفوت. نطلع هنا، مش معايا تليبورت تاني. في التيمات اللي هنا كمان، بس باينين طريق هم. خلينا نطلع لفوق. هيبني هو لتحت ولا هيبني؟ لو كنت اذكى كنت تبني لتحت، بس ما شاء الله عليه بيبني باحتراف يا جدعان. خلينا نطلع احنا معاه، المفروض التيمات كلها ماشيه جنب بعضها. كويس، هو عمل زي استخبى. استخبى، هو خاف. اوعى تقول لي معاه بو تبقى مشكله، هو حد ياخدنا على غدر. طب انا خلينا نطلع هنا افضل. كويس، خلي واحد يروح عندنا كده وهنشوف لو ينفع نروح تليبورت ولا اي حاجه. اوه كمان معايا الرجلين، ممتاز. خلينا ناخدها يا جدعان، وممكن نعمل بلوكات ترى شكل ما فيش اي حد معاه بو. هو واحد معاه بو؟ لا. نطلع نطلع بسرعه 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 بسرعه. كويس، استخبوا زي الفران. استخبوا زي الفران يا جدعان، بس شكلهم ناويين على شر. خليني محضر البركان واكلوا التفاحه اللي معايا. ايوه حضر البركان وانزل. ايوه حرك انت الميه عشان تنقذنا. ايوه يلا يلا يلا، احرق فيهم بقى كده يا معلم. ايوه احرق فيهم، ممتاز. بص الولع، هو بيتحط ميه؟ ما تحطش ميه. يلا ايوه ولع فيه، تعال. اوه ولع في نفسه المجنون. يلا موت موت، يخرب بيتك موت، ان شاء الله يموت. جلدناه يا جدعان. نحط بقى التيمات التانية دي. ايوه، لا ازاي طفت البركان يا جدعان؟ لا انا عايز المية بسرعة، المية بسرعة، المية بسرعة. طفي نار الغيرة. ايوه طفي نار الغيرة، الحمد لله طفينا المية. تعالي انت هتجلدي مين؟ انت مجنونة؟ ايوه دي اجلدها دي. ها دي السبب، حذفت عليها البتاع. ان شاء الله تتجلد جلد، راحت فيها. تعال تعال، انت بتبص عليا يا عم. قاعد بتتفرج عليا، التيم اللي معايا مجنون والله، قاعد بيتفرج عليا. الحمد لله بقى معانا زي التليبورت، ممتاز. وبعد كده معانا التشيست، ومعانا ايه تاني؟ معانا شويه. عايزين على فكره نخش على الكرافتنج. مش عارف التيم اللي معانا ده عايز ضرب النار. عمال يتفرج في واحد تاني بينجلد. استنى نشوف انا التيم بتاعنا، نروح ننقذه بسرعه. نطلع له بسرعه. ايوه تعال تعال، انا صغير. لا اديله، انت انسى، انت تعيش لازم تموت. يا سلام، بص النار يا جدعان. طبعا انا هقف لحد هنا، والله كان الجيم جميل جدا. طبعا انا هقف لحد هنا، فلو عجبك الفيديو ما تنساناش احلى لايك، ويا ريت تشترك معانا في القناه لو انت لسه جديد معانا. ايه ده؟ شفت النار دي؟ واشوفكم مره جايه مع فيديو جديد مع ايس تيوب جيمنج. يلا سلام.